يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومائة واثنين وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وثلاثة وتسعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وثلاثة وستين ألف شخص